أن من عادة الناس حتى في العهد القديم أن الضيف والمضيف يحصل منهم الحلف والأيمان، والله أن تأكل، والله ما آكل، والله تدخل، والله ما تدخل، ما أدخل، ولكنهم يحلفون بالله. أما ما يفعله كثير من الجهلة اليوم يحلفون بالطلاق فهذا غلط. كثير من البادية إذا نزل فيه ضيف وخاف الضيف أن صاحب البيت يذبح له ذبيحة قال ترى علي الطلاق وعلي الحرام وامرأتي كأمي والعياذ بالله إن ذبحت لي ذبيحة، حرام ما يجوز. من كان حالفا فليحلف بمن؟ بالله أو ليصمت، فهذا لا يجوز. أما الحلف بالله فهذا قد جرت به العادة قديما وهو من عادات العرب وشيعهم. ومع هذا فالأفضل أنك إذا حلفت على إنسان أن تقرنها بكلمة إن شاء الله، تقول والله إن شاء الله، لأنك إذا قلت والله إن شاء الله استفدت فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أن الله ييسر لك الأمر، والفائدة الثانية أنه إذا لم يتيسر لم يكن عليك كفارة. فاقرن يمينك دائما بقول إن شاء الله حتى تسلم من الحنث وحتى ييسر لك الأمر. لهذا نقول إذا أردت أن تحلف أي حلف على نفسك، على أولادك، على ضيفك، على أي إنسان، اقرن ذلك بكلمة إن شاء الله لتحصل على هاتين الفائدتين، وهما التيسير إن الله ييسر الأمر ويعطيك ما حلفت عليه، والثاني أنه لو أخلفت الأمور فإنه لا كفارة عليك. الله.